من جانبها أكدت سعادة السيدة ريهام محمد خليل سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين في تصريح خاص لمركز الأخبار، أكدت على دعم مملكة البحرين المتواصل للعمل العربي المشترك في ظل الظروف الدولية والإقليمية والتحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة العربية والعالم أجمع. تسعى الجامعة العربية للنهوض بمستويات التنسيق والتشاور بين الدول العربية لتقوية وحدة الصف العربي، خاصة في هذه المرحلة الهامة والدقيقة التي تمر بها الأمة العربية، وفي ظل ما يحاك لها من مخططات تستهدف تقويض أمنها واستقرارها. فمن الأهمية اليوم توحيد المواقف العربية إزاء مختلف القضايا المصيرية، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تطوير منظومة العمل الجماعي العربي بما يحفظ للدول العربية وحدتها وسيادتها واستقرارها، ولم الشمل لوقف استنزاف طاقات ومقدرات الشعوب العربية وتقوية صمودها في مواجهة تلك التحديات. لطالما دعمت مملكة البحرين الشقيقة العمل العربي المشترك في ظل الظروف الدولية والإقليمية الدقيقة والتحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة العربية والعالم، والذي يتطلب اتخاذ التدابير والآليات الجادة اللازمة التي تساعد الدول العربية على عبور هذه المرحلة بسلام، حفاظا على كيان الأمة ودفاعا عن مستقبل الأجيال القادمة بخطى واضحة وثابتة في إطار روح التضامن العربي وحماية الأمن الجماعي العربي. ومن هنا يبرز أهمية القمة العربية المقبلة التي تستضيفها مملكة البحرين الشقيقة في مرحلة مليئة بالتحديات والمخاطر التي تحيط بالدول العربية، وهو الأمر الذي سيسجله مسار العمل العربي المشترك من دور بحريني نشط لتوحيد الصف العربي ودعم ومساندة التضامن العربي في مختلف المجالات وتعزيز التكامل والتنسيق العربي وما تتخذهم بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد من مبادرات لتدعيم وتطوير العمل العربي المشترك ومواقفها المشرفة في الدفاع عن مصالح الدول والشعوب العربية.